اجتاحوا وباء الكوفيد 19 العالم، وبين ما قيل وما سيقال عنه، وقت تمر فيه الإنسانية بأصعب اللحظات، لحظات يدونها التاريخ بأدق التفاصيل، لحظات يحصد خلالها الوباء مئات بل وآلاف الأرواح، ويحصد القلق والخوف عقول البشرية أجمع. سمعنا عن انتحار وزير مالية أحدى أغنى مقاطعات ألمانيا، ليس خوفا من المرض، ولكن خوفا من التداعيات الاقتصادية التي تليه، مما يربط في أذهان الناس مدى العلاقة بين الصحة العامة والاقتصاد وأهمية عملهما معا يدا بيد. معنا اليوم ما يشرفنا وجود الدكتور إسلام عنان، CEO of Axcyte ومحاضر في علم الفارماكوكينومكس والفارماكو إبيديميولوجي في جامعة عين شمس ومصر الدولية وجامعة المستقبل. دكتور إسلام، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، إزيك يا دكتور شريف، وأهلا وسهلا لكل المستمعين والمشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية، مع ظهور كوفيد 19 ومع انتشاره كوباء، ابتدى يبقى فيه مصطلحات علمية جديدة وفروع من العلم ابتدت تنتشر وابتدت الناس تهتم بيها أكتر. واحد منهم كان الفارماكو إيكونومكس، فممكن حضرتك تشرح لنا إيه هي الفارماكو إيكونومكس بالظبط؟ كويس، جود ستارت، ونقطة كويسة جدا. دلوقتي متهيألي الناس على الميديا وفي البيوت بقوا بيتكلموا إيكونومكس، بقوا بيتكلموا فارماكو إيكونومكس وفارماكو إبيديميولوجي وبائيات واقتصاد الصحة، و يعني مش عايز اقول دي فرصه كويسه الناس تتعرف على الساينس، كان نفسي يبقى ظروف احسن من كده، بس عموما فرصه ان احنا نشرح للناس ايه اقتصاديات الصحه واقتصاديات الدواء، الهيلث ايكونومكس والفارماكو ايكونومكس. زي ما احنا كلنا عارفين، الايكونومكس او الاقتصاد داخل في كل الصناعات وفي كل حياتنا، هو المسيطر على كل حاجه، لان هو الديفينيشن او التعريف لكلمه ايكونومكس هو البيست اوتيلايزيشن اوف ريسورسز، او احسن استخدام للموارد. فإحنا عموماً كوكب الأرض عليه موارد محدودة، وإحنا بنحاول نشوف نستخدمها إزاي. ده ببساطة الساينس بتاع الإيكونومكس، وبالتالي هو داخل كل حاجة. الحكاية بدأت في آخر الثمانينيات، لما الأنظمة الصحية عموماً لقيت نفسها عندها موارد قليلة قوي، لأن مخصصات الصحة عموماً قليلة ما بتزيدش، وعندها ديماند، عندها طلب غير عادي على الصحة وعلى تقديم الخدمة الصحية والرعاية الصحية، خصوصاً إن ابتدى في الفترة دي يطلع أدوية أغلى. احنا مثلا مثال على كده، احنا لو البريست كانسر كيس مثلا، لو شخص يعني عندها سرطان ثدي، لو كان بتتعالج ب 1000 جنيه بكيمو ثيرابي، العلاج كيماوي، دلوقتي ممكن العلاجات تخش في الادويه البيولوجيه الجديده اللي اخترعوها في 100000 جنيه ممكن كل شهر. ففرق الاسعار المهول ده ما كانش مواكب معاه زياده في الموارد والريسورسز. وفي طبعا عوامل كتير جدا ادت ان في الثمانينيات برضو ان الناس مش عارفه تعمل ايه في الريسورسز اللي عندها، زي مثلا متوسط العمر عند الوفاه، يعني الشخص بيعيش كام سنه لغايه متوسط الوفاه عامل ازاي. لو اتكلمنا على مصر، هنلاقي ان مصر كانت في حدود 45 سنه متوسط العمر عند الوفاه، ده اللايف اكسبكتنس بتاعت الناس في سنه 40 او 50، وحاليا وصلت ل 70. طبعا وده حاجه كويسه جدا، كويسه للديموغرافيكس وكويسه للصحه العامه، بس بالنسبه للناس اللي اشتغلوا في الصحه هتلاقوا ان مواردهم كان بيصرف على الشخص اللي فوق الريتايرمنت ايج، فوق سن المعاش، من 3 ل 4 مرات اكتر من الشخص اللي قبل المعاش. كل الضغط اللي كان بيحصل على الموارد الموجوده في الهيلث كير خلت في اخر الايتيز، اخر الثمانينيات، ان هم يروحوا للناس اللي بتفكر في موضوع الموارد، فراحوا للايكونومست، راحوا للاقتصاديين. بما ان الهيلث كير ما هوش برودكت ملموس، فالإيكونومست والاقتصاديين ابتدوا يفكروا ان مش هننفع نطبق نفس النظريات اللي احنا بنطبقها في البرودكتس وفي الاويل اند جاز، احنا محتاجين ساينس خصيصا معمول للبرودكتس الغير ملموسه زي الصحه وزي التعليم. فابتدى يتحط كونسبتس معينه للصحه وسموها هيلث ايكونومكس. اول مره كان العالم يشتغل بالهيلث ايكونومكس في اول التسعينيات، بعد كده طلع منه الفارماكو ايكونومكس اللي هو يختص باقتصاديات الدواء فقط، وده أول مرة استخدم كان تقريباً 1993. واقتصادات الدواء ببساطة هو إن لو أنا عندي أدوية معينة، يعني مثلاً أخذنا مثال على COVID-19، لو في أدوية موجودة أستخدم أنهي دواء؟ هل أستخدم دواء قديم زي كلوروكين، ولا أستنى أعمل warehousing يعني خلي البيشنس موجودين لدواء آخر؟ أنهي دواء فيهم cost effective؟ وحاجة تانية مهمة جداً هي السياسات الدوائية، الفارماسيوتيكال بوليسيز والهيلث بوليسيز والسياسات الصحية.
هل المفروض كان المفروض ان انفست في اجهزه التنفس الصناعي من زمان؟ هل كان المفروض ان انا ريفورم واحسن الصحه واخلي مخصصاتها احسن؟ لان مخصص الصحه من الحكومات ضعيف للغايه، مثلا نتكلم في حدود 3-4% من الناتج القومي المحلي الجي دي بي. حتى امريكا اكتر مخصص صحي 18% من الجي دي بي، وهو برضو مبالغ هزيله لو قارناها ببقيه المخصصات الموجوده في اي دوله. ده سريعا جدا فارماكي ايكونومكس. طيب ماشي. السؤال هنا دلوقتي من خلال ضوء دراسه الفارماكو ايكونومكس، ازاي تقدر فارماكو ايكونومكس تلعب دور مهم في مع انتشار وباء الكوفيد 19؟ حضرتك اتكلمت على الاستثمار في الكلوروكين والاجهزه التنفس الاصطناعي، ايه تاني تقدر تعمله فارماكو ايكونومكس ان تحل السلوك المتداخله بسبب الكوفيد 19؟ جود بوينت. هو دايما الفارماكو ايكونومكس بتقدم حلول decisions، والديسيجنز هي طالعه من تو بيلرز، حاجتين اساسيين ركيزتين. الركيزه الاولى هي السياسات الهيلث بوليسز والفارماسيوتيكال بوليسز، والركيزه الثانيه هو الاختيار ما بين تو alternatives او تو اوبشنز في الادويه. لو اتكلمنا عن الموضوع الاول السياسات، هو عموما السياسه والاقتصاد دايما تلاقيهم مع بعض في اي حاجه، ودايما السؤال بتاعنا هل السياسه المفروض تقود الاقتصاد ولا الاقتصاد بيقود السياسه، وده موضوع طويل جدا. بس السياسه الدوائيه في الموضوع ده هي فكره، وانا المفروض يبقى عندي احتياطي للدواء عامل ازاي للكوارث. في بلاد كتير عندها صندوق كوارث، بما فيها مصر بما فيها امريكا. طب الصندوق ده الكاركترستكس بتاعته عامله ازاي للابيداميكس والانداميكس اللي موجوده في كل بلد؟ ازاي اعرف ارتب الفلوس بتاعتي اللي موجوده جوه الصندوق ده؟ فبنعمل حاجه بيسموها البيردن اوف ديزيز ستاديز، اللي هو بيسموها العبء الاقتصادي من كل مرض موجود ازاي في البلد، ودي المفروض ان كل بلد تبقى مختلف عن البلد الثانيه. فهنلاقي ان غالبا معظم الحكومات بتانفست اكتر وتحط بريتورايز نون كوميونيكابل ديزيزز، اللي هي الضغط والسكر وهكذا، المخصصات اللي موجوده للاوبئه قليله جدا. فده اول حاجه في السياسات. حتى لو بصيت مثلا هتلاقي ان الملاريا بتقتل ملايين لغايه دلوقتي، واطفال مينلي، فيعني ايفن حتى سيجمنت ضعيف فيلنربل جدا من المرض. مع ذلك المخصصات عالميا للملاريا لا تذكر، الريسيرش اند ديفلوبمنت والابتكار للادويه لا تذكر. فالعالم دايما كان مش بينفست في حاجه زي كده. الفارماكي ايكونومكس بتريبريتورايز البادجت، بتعيد ترتيب البادجت المفروض تتحط ازاي لكل ديزيز لوحده. ده من ناحيه سياسيه، سياسه ادويه وسياسه صحه. الحاجه الثانيه هي الالترناتيفز بقى، الاختيارات. يعني هل انا المفروض الفتره الجايه انفست زي مصر مثلا، انفست في ار ان دي؟ هل محتاج ان انا انفست فلوس مهوله في ان انا البحث العلمي الادويه واخترع دواء، ولا الاحسن انفست الفلوس دي ان انا احسن الادويه اللي انا بصنعها بس من غير ما اكون انا مبتكرها، واحسن اللي موجود في السوق؟ الاختيار بين اثنين ده الوظيفه الاساسيه للفارماكو ايكونومكس. حاجه ثانيه، احط بروتوكول العلاج ازاي؟ هل احطه بيزد بس على الافيكاسي اللي هو بيسموها النجاعة، يعني قد الدواء ناجع ان هو يقدر يجيب نتيجة، ولا على الافكتيفنس اللي هي قد ايه فعال ان هو يجيب نتيجة، ولا على الافشنسي قد ايه كفء ان هو يقدر يجيب نتيجة، وايه الفرق بين التلاتة مثلا؟ فده مينلي المخصص بتاعها او البيلر التانية، فكرة اختيار ما بين تو اوبشنز. ده كلام ممتاز جدا. وحضرتك برضو حضرتك فارماكو ابيديميولوجيست صح؟ بالظبط. فاسال حضرتك سؤال للجزء اللي هو الفارماكو ابيديميولوجيست، عشان ده برضو كان بالنسبه لناس كثيره جدا مش واضح لهم هو ايه اللي خلى كوفيد 19 يعلن ان هو كوباء. يعني ايه البارامترز اللي من خلالها مرض معين بينتشر يقدر يكون وباء، وممكن مرض ثاني بينتشر نقول لا ده مرض مجرد ان هو بينتشر؟ او يعني في امراض بيسموها سبريدك كده، يعني اللي هو بيجي سيزون بسيط ويخلص سيزون ويخلص وهكذا، زي معظم الفيروسات اللي احنا متعودين عليها. لو السبريدك ده ابتدى ينتشر يبقى ابيديميك، ده ساعتها بنقول ان هو انتشر في مكان محدد، الجغرافيا بتاعته بس ابتدى ينتشر ما بين البوبوليشن، وعنده فرصه يصيب كل الناس في المكان المحدد جغرافيا. لو انتشر ازيد بيسموه هايبر ابيديميك. لو ابتدى ما يبقاش ليه حدود، يعني خلاص ما تقدرش ان انت تقفل عليه حدود معينه، ده خلاص ابتدى يخش في ان هو يبقى وباء عالمي، بانديميك.
احنا كنا بنقول دايما احنا وصلنا للموضوع ده تقريبا في نص فبراير، يعني احنا في نص فبراير كان ابتدى يبقى يطلع من هايبر ابيديميك لبانديميك. الاعلان لحاله وباء عالمي او بانديميك طلع من منظمه الصحه العالميه في حدود تقريبا 11 مارس، اتاخر شويه. وده كان هنا برضو في رول كبير بقى للناحيه الثانيه الايكونومكس، ان هو كان في دايما المعادله ما بين هل اعلن بدري بس هخسر فلوس مهوله اقتصاديا وبورصات تقع، ولا اخر شويه ممكن الموضوع يتحسن يبقى انا كده ما خسرتش الاقتصاد. فكان هنا في رول مهم جدا للفارماكا ايكونومست ايفن جوه ال WHO. ممتاز جدا. واضح يعني، واضح ان هو الموضوع يعني بالنسبه للناس برضه تبقى عارفه موضوع ان هو يبقى فيه وباء والاعلان عنه وازاي المجتمع يقدر يتعامل معاه والصحه العامه ازاي تقدر تتعامل معاه والمستشفيات وخلافه وكل قطاع طبي، حاجه اشبه بان واحد ماشي في حقل من الالغام كل خطوة محسوبة. يعني الموضوع ما بيتخدش باللي هو هنعلن وخلاص ووقف كل حاجة، واضح ان في يعني اعتبارات كتيرة جدا. ده تشبيه حلو قوي اللي انت شبهته، يعني بالضبط هي شبه الموضوع ده بالضبط. من الاعتبارات دي هي عدد الحالات، صح؟ صح. عدد الحالات اللي هي المقترنة بالمرض وعدد الحالات اللي بيجي لها المرض. دلوقتي في اسئله كتيره جدا على موضوع عدد الحالات. بالنسبه لل يعني بالانجليزي المورتاليتي والفيتاليتي ومدى الداتا افيليبيليتي بتاعت عن المرض ذات نفسه، هل يا ترى الموجوده دلوقتي تحقيق عالميا ولا في بعض الحاجات اللي احنا نعرفها بعد ما المرض ان شاء الله يخلص ونفهم اكتر عن الديتا دي كانت صح ولا لا او محتاجه نوع ما من انواع الفلتريشن؟ It's a very good question. السؤال ده ظريف قوي. يعني خلينا نبدا بس بمقدمه سريعه كده. اللي احنا بنشوفه في الريبورتس بتاعت WHO او في وورد ميتر او يعني وزاره الصحه في اي بلد، ده بيسموها داتا. دي داتا، يعني شويه ارقام. تفسير الارقام ده اللي احنا بنسميه انفورميشن، وده ساينس في حد ذاته. الانفورماتكس والبايوستاتستكس وشغلنا في الابيديميولوجي ده في ناس بتقضي حياتها كلها في ازاي ان هو يحول داتا لانفورميشن. فقرايه الارقام دي ممكن تكون خادعه جدا، يعني احنا ممكن كل يوم لما نيجي نقعد نقرا في الارقام ونفسرها وبعد كده نقول ايه ده زاد 20% عن امبارح. ليها ساينس، ليها اصول، ما ينفعش ان انا اسيبها للشخص العادي. احنا دايما كنا نقول مستحسن لو الريبورتس اللي بتطلع من كل المنظمات تطلع بالانفورميشن مش بس داتا، لان الناس اوقات بتبانيك بارقام هو المفروض ما تبقاش مزعجه، او العكس الناس بيفوت عليها ارقام وهي ارقام مزعجه مثلا. هي بعد كمان حتى الانفورميشن احنا دايما نقول يعني هي في هرم معرفي بيبدا بالداتا، تحويل الداتا دي للانفورميشن. بعد كده لو انا عندي الساينس بيهايند بقى عندي حاجه بيسموها النوليدج، واخر حاجه في الهرم ده بيسموها الويزدم، ان انا اعرف اخد قرار. لو ادينا مثال سريع، لو قلنا مثلا ان رقم 190 على 100 ده رقمين، فبالنسبه لنا مالهمش اي معنى، ده داتا. لو انا جيت قلت ان دي ارقام ضغط، قرايه ضغط عيان، ساعتها ابتدى يبقى ليها معنى، بقت انفورميشن. لو انا عندي نوليدج طبيه هبتدي اقول واضح ان القرايه دي عاليه، البيشنت ده قرايه ضغطه عاليه. لو انا عندي الويزدم هقول الشخص ده محتاج يمانج ان انا اقلل له السيستوليك والدايستوليك بلد بريشر بتاعه. فده الهرم اللي هو المفروض كل الناس بتتابعه. فمش المفروض الموضوع يتساب يعني زي ما هو داتا كده والناس تفسرها زي ما عايزه. وعموما الداتا اللي موجوده ممكن تتقري بكذا طريقه، يعني انت قلت حته مهمه المورتاليتي والفيتاليتي مثلا، وكل واحده من دي ليها ديفينيشن. يعني المورتاليتي مثلا هي عدد الوفيات على البوبوليشن ات ريسك، على الناس اللي ممكن معرضين ان يجيلهم الاصابه. الكيس فيتاليتي هي عدد الوفيات على الناس المصابين بالمرض الدياجنوز. دي بتديني معلومه ودي بتديني معلومه. يعني ممكن اخد رقم الوفيات ده، يعني مثلا لو قلت انا عندي 10 ماتوا، ممكن ال10 دول اقسمهم على الناس اللي دخلوا بسبب كوفيد جوه المستشفى يطلعوا 50 في منطقه مثلا، فكده اقول ان المورتاليتي بقت 20%. او ممكن ان انا اقول هحسبها على كل الناس اللي جالهم كوفيد يطلعوا 100 شخص مثلا، فكده تطلع المورتاليتي 10%. او اقول انا احطها على البوبليشن ات ريسك فاخد كل الناس اللي فوق 50 سنه يبقى 0.1%. هو نفس الرقم، الداتا ينفع تتقلي بكذا طريقه تدينا كذا انفورميشن. وده السر والحلاوه، بس في نفس الوقت الدرو باك بتاعت الداتا. فلذلك مش المفروض تطلق لاي حد. بالنسبه لفكره الاصابات بقى، هل هي دقيقه ولا لا؟ هي مش دقيقه طبعا، وده مش في دوله بعينها، في كل دول العالم احنا ارقام الاصابات مش دقيقه.
وهي الدول المعترفه بكده، يعني ان احنا عندنا 80% من الحالات مايلد، يعني اصاباتها خفيفه، وغالبا ممكن شخص يجي له كوفيد ويخف واحنا مش عارفين. ومعظم التست اللي بيحصل ري اكتف مش برو اكتف، يعني انا بستنى حد عنده سيمبتومز يجي لي المستشفى اعمل عليه التحليل، او بروح اللي هي بيسموها اجراءات الحجر الصحي اتتبع واحد مصاب واكشف على كل اهله. فالري اكتف بروسيجرز دي مش هطلع لي كل الحالات، فهو حتى السيناريو رقم بتقول ان قصاد كل واحد مصاب في اما واحد قصاده او ثلاثه او خمسه او 10، يعني في سيناريوهات كتير. ويل نيفر جونا نو الرقم بالملي هو كام. ولو شفنا الكيرف، في كيرف ظريف جدا لو حطينا على الاكس اكسس والواي اكسس عدد التست اللي بيحصل في بلد مع عدد الاصابات المكتشفه في البلد، هتلاقي كل الخط عامل لينير كورليشن كده، كل ما تزود تيست كل ما عدد الاصابات يزيد. ده حقيقي. فلو مثلا احنا بنقول في اوروبا مثلا اسبانيا رقم واحد وايطاليا رقم اثنين، لو ايطاليا بكره عملت 100,000 تيست هتبقى هي رقم واحد واسبانيا رقم اثنين. لو امريكا بطلت التستات اللي بتعملها مش هتبقى رقم واحد اني مور وورلد وايد، وهكذا. فيعني احنا بس الفكره كلها عايزين نقول للناس ان ده ساينس، وما ينفعش على السوشيال ميديا اي حد يوم واخد الداتا تقول يا جماعه الحقوا ده احنا الارقام احنا عندنا 20% انكريس في مورتاليتي مثلا. فلا، لازم تاخدها من مصدر حد دارس انفورماتكس، خصوصا في موضوع الوفيات في الشرق الاوسط. معلش هقول حاجه اخيره كده، احنا عندنا الوفيات يوميا قليله، فانا ما ينفعش اقارن يوم بيوم لان السامبل سايز هنا مش سيجنيفيكانت، يعني العينه انا باخدها عشان اعمل عليها تحليل مش كافي. فاحنا بناخد اصلا اسبوع اسبوع، يعني انا بقارن الوفيات الاسبوع ده بالاسبوع اللي بعده، مش باخد يوم بيوم. فما ينفعش اجي اقول ايه ده النهارده مات 3 زياده ده فيها 100% انكريز. لا، دي مش سامبل سايز انف ان انا اعمل عليها ستاتستكس. ده فهم ممتاز جدا، وكويس انك وضحت الموضوع ده، لان طبعا حضرتك عارف على الواتساب جروبس دلوقتي بقى كل الناس بتحلل الارقام، وبقى كله اول لما بيطلع اي رقم الناس يقول خلاص ما النهايه. الموضوع يعني للاسف الموضوع محتاج شوية توضيح، وكويس ان حضرتك وضحت النقطة دي. نخش اكتر في التفاصيل دلوقتي. يعني دلوقتي مثلا حضرتك اتكلمت سريعا عن ايطاليا واسبانيا وعدد الحالات اللي فيهم. بيجي سؤال هنا دايما، والسؤال ده كان بيشغلني شخصيا، يعني دلوقتي كوريا الجنوبية دخل فيها المرض غالبا قبل ايطاليا على حسب حد علمي لقربها من الصين، بس قدروا يعني يحصروا المرض وما يبقاش في عدد الحالات المهول اللي احنا شفناه في ايطاليا، اللي كان غالبا كانت صدمه لكل العالم عدد الحالات في ايطاليا. فحضرتك تقدر توضح او تفسر ايه المعايير اللي عملتها كوريا الجنوبيه لحصر المرض وغالبا وقعت فيها ايطاليا وما عملتش الموضوع ده، فزاد عندهم المرض جدا او زاد عندهم الحالات معنى اصح؟ Very good point. هي الحالات معتمدة على إمتى كل شخص بدأ الإجراءات الاحترازية بتاعته، يعني إمتى ابتدى يعمل الميجرز. لو بصينا على كوريا الجنوبية وسنغافورة مثلا، الاتنين بدأوا في شهر 12 اللي هو أول ما ابتدت تظهر حالات في الصين. ابتدوا يراقبوا المطارات، عملوا كمية PCR تيست واختبارات لفيروس كوفيد 19 مهولة في كل حتة ولكل الوافدين. ابتدوا يحطوا ميجرز معينة على السفر وعلى التنقل، لأن هو يعني خصوصا هونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية كان فيهم إصابات كتير سارس، هم عندهم very good measures للوباءات. لو بصينا بقى على إيطاليا، على أوروبا كلها وأمريكا، يعني كلهم كانوا مستنيين من منظمة الصحة العالمية، يعني هم ما بدأوش إلا لما بعد 11 مارس، يعني شوف بعد 3 شهور في كام ألف صيني كان بيروح من الصين لأوروبا، في كام شخص أوروبي كان بيسافر ما بين آسيا ما بين أوروبا وأمريكا كذلك. لو دي لكم مثال على حجم الترافيك كان عامل إزاي، لو بصينا في 2019 على مصر مثلا، مصر كان بيخشها كل شهر 50,000 صيني كل شهر. ده دي مصر اللي هي يعني برضه احنا حجم السياحه عندنا مش كتير، فتخيل اوروبا مثلا ممكن كان بيخشها كام الف صيني في كل شهر، ودول فضلت المطارات مفتوحه لغايه مارس. فهو علشان كده دلوقتي هتلاقي ترامب مثلا عايز يرفع قضيه على منظمه الصحه العالميه، هو بيحملها كل المشاكل دي ان هي جايه من عندهم. وانا في رايي ان هو في عامل جزء يعني من التردد اللي كان موجود بالمنظمه الصحه العالميه عشان برضو الاقتصاد ما يقعش، عليه عامل في ان كل البلاد دي اخرت الميجرز الاحترازات اللي هي عملتها.
وحاجه تانية في موضوع البلاد ليه عندها اصابات اكتر من البلاد، فكره حجم السفر. يعني ميدل ايست حجم السفر مثلا بتاعه عامل ازاي، اسيا عامله ازاي، اوروبا عامله ازاي. اوروبا عندهم هيفي ترافيك مش طبيعي في الطيران ما بينهم وبين بعض وما بينهم بقيه القارات. واخر عامل ممكن نقوله سريعا كده ومتوسط العمر. يعني متوسط العمر في اوروبا، اوروبا قاره عجوز يعني متوسط العمر. متوسط العمر في ايطاليا 47 سنه. لو قارنتها بمصر مثلا، مصر متوسط العمر 24. في فرق كبير. في فرق كبير جدا. فطبعا بما ان هو طبعا معظم الاصابات بتحصل عند الناس اللي فوق 50 سنه، فبالتالي الموضوع ده برضو كان عامل. فدي كلها عوامل خلت بلاد مختلفه في نسبه الاصابات عن بلاد تانية. طب ممتاز جدا. حضرتك برضو يعني تطرقت سريعا على ازاي البلاد تقدر تمنع او تحد من انتشار الوباء. حضرتك ممكن تشرح اكتر ايه السبل اللي ممكن، يعني حتى في يعني في نقط سريعه، ايه المعايير او ايه السبل اللي ممكن اي بلد تاخدها عشان تحد من انتشار وباء او مرض جاي لها؟ خلينا نتكلم كمان ايه السبل عامه اللي بتخلي الوباء يخلص بالظبط. يعني ريت هو في اربع حاجات ممكن تخلي الوباء ينتهي. اول حاجه عوامل طبيعيه يعني بره ايدينا، ان فجاه مثلا ان يبقى في رياح مطر يحصل ميوتيشن ويختفي. دي حصلت في سارس مثلا، سارس اختفى لوحده. فده اول حاجه. تاني حاجه ان يبقى عندنا مصر ياخدوا الناس الاصحاء فما يجيلهمش المرض ده، زي كل التطعيمات اللي بنديها لاطفالنا لما يتولدوا، ودي حاجه مش موجوده في ايدينا في كوفيد دلوقتي ولسه قدامها اتليست 12 شهر. ثالث حاجه يبقى عندنا تريتمنت، علاج ناجع ونافع وافكتيف ياخده الشخص اللي عنده المرض ويخف بسرعه قبل ما يتدهور الحاله ويضطر يروح المستشفى، ودي برضو لسه مش موجوده عندنا، لسه كلها في الاختبارات السريريه كلينيكال ترايلز. رابع حاجه ان انا اكثر الشين رياكشن بتاعت الترانزميشن، اكثر الانتشار ما بين شخص مصاب لشخص سليم. فاعمل السوشيال ديستانسينج. وهي أول مرة طلع موضوع social distancing ده كان أيام الطاعون الأسود Black Death في أوروبا. هو by the way كان الديزيز ده جاي من الصين لغاية مركب راح فين؟ راح ميلانو في إيطاليا. برضو هم تاني برضو. فساعتها ابتدوا يسمعوا عن إن في عالم اسمه ابن سينا بيبعد الشخص المصاب عن الشخص السليم 40 يوم، فالعدوى ما بتتنقلش والمرض بيبتدي يخف. فابتدوا يفكروا ان هم يعملوا كارانتينا دايز 40 يوم، وابتدى يطلع كلمه كارانتينا، بعد كده تحولت الى كارانتين، ودي كانت اول مره يحصل سوشيال ديستانس. الناس اللي عنده المرض يفضل قاعد في بيته ويتعمل عليه علامه اكس، لو خرج كانوا بيقتلوه. فكان سوشيال ديستانسنج عنيف شويه دموي جدا، بس يعني نفع. الطاعون فضل بتاع 3 4 سنين في اوروبا يعني. وبيقولوا ان وصل عدد الوفيات بسبب الطاعون بس حدود 200 مليون شخص. فدي الاربع حاجات اللي ممكن هي تقضي على وباء. احنا ايه اللي في ايدنا حاليا؟ هي الحاجه الرابعه السوشيال ديستانسنج. فهي كل البلاد الميجرز اللي بتاخدها هي سوشيال ديستانسنج فقط. على اختلاف السيناريوهات بتاعه الاغلاق، الحظر التجول والاغلاق، يا اما كلي زي ما احنا شفنا في السعوديه مثلا دلوقتي، يا اما تبقى زونز، يا اما تبقى 50% زي مصر، يا اما تبقى مفتوحه تماما، ودي اثبتت فشلها زي ما كانت انجلترا بتحاول تعمل في الاول انها تفتح كل حاجه. او ان يبقى في سيستم مختلف بقى ناتج ان احنا عندنا كلتشر مختلفه. ده السويد. السويد شعب عنده اوريدي سوشيال ديستانسنج بطبيعه الحال يعني. فالموضوع مثلا سهل ان انا لو زودت الوعي عند الناس ان خلاص ده اكثر سلسله الانتشار ما بين شخص مصاب وشخص سليم. ممتاز جدا. وطبعا كل الاحترازات وكل البريكوشنز الناس الحكومات بتاخدها عشان ما تعملش overwhelming، او يعني ما تتعبش او ما تهلكش منظومه الصحه، عشان تعرف منظومه الصحه تعرف تشتغل وتعرف تعالج الاعداد الموجوده. السؤال هنا، وباء زي الكوفيد 19 ازاي كان ضغط كبير جدا على الهيلث كير سيستم عموما نفسها، وازاي نقدر نديفيوز السيتويشن ده ان هو يقدر واحده واحده يعني يتفك الضغط على منظمات الصحه يعني.
جود بوينت. موضوع كوفيد 19 والكرايسس اللي حصلت اثبتت كده ان الهيلث كير سيستمز على مستوى العالم فيها مشاكل كلها، من احسن سيستم لاوحش سيستم. والمشكله المين للفيتال والكبيره في الموضوع ده هي فكره الرش. يعني احنا لو كان عدد الناس اللي محتاجه ميكانيكال يعني اللي كانت محتاجه تنفس صناعي او محتاجه تخش مستشفى متفرق على سنه، ما كانش هيبقى في مشكله. في امراض عندها نسب وفيات اعلى من كوفيد. المشكله كلها ان في اليوم الواحد انا محتاج ادخل كام شخص جوه الرعايه المركزه. فما فيش هيلث كير سيستم مثلا العالم كان عامل حسابه ان انا ممكن في اليوم الواحد محتاج ادخل 1000 بيشنت كل يوم. فالضغط المهول ده هو اللي سبب العجز. احنا عندنا عدد اسره رعايه مركزه على مستوى العالم قليل جدا. فغالبا احنا بعد كوفيد 19 كرايسس ما تخلص باذن الله قريب، يعني هيبقى في نظره اخرى للمخصصات. انا المفروض يبقى عندي سرير قد ايه للرعايه المركزه، محتاجه اشوف فلوس قد ايه احطها في الريسيرش اند ديفلوبمنت. جزء مهم تاني في ان احنا نعرف نقلل الضغط اللي موجود على المستشفيات، وده اللي الحكومات بتاعت تعمله، ان هي يا اما تاجل يا اما تمنع العمليات الكولد اللي هي ما فيش منها داعي، الالكتيفز، ان فقط اللي يروح المستشفى يبقى حاجه بالضروره القصوى، ويبتدوا يعملوا وعي للناس ان مش اي شويه اعراض تروح المستشفى مثلا. من الحاجات اللي حصلت في اوروبا وعملت انتشار كبير ان كان اي حد عنده كوفيد وعنده الاعراض يقوم واخد نفسه وراح المستشفى يعدي الطوارئ ويعدي الطاقم الطبي ويعدي الناس الموجوده. فدي مثلا دي كارثه. فالوعي انا دايما بقول في الاخر هترجع في ان الحكومات لو المفروض انفست فلوس، انفست فلوس في الوعي، زياده الاويرنس عند الناس. فانت عندك حد عنده السيمبتومز خليك قاعد في البيت، كلم الهوت لاين. كل بلد دلوقتي بقت عامله هوت لاين، هيبعتوا لك حد، الهوت لاين ما بيردش، خلاص اتس كولد، انت يعني الحاله مش امرجنسي. لو امرجنسي كلم الاسعاف، والاسعاف ساعتها بيبقى جاي اسعاف مجهز مش اسعاف عادي دي كيس كوفيد. فدي من ضمن الحاجات. حاجه ثانيه نبتدي يبقى في مخصصات زياده لبناء مستشفيات رعايه مركزه. فمثلا شفنا ترامب حط ميزانيه مهوله للموضوع دوت، البلاد العربيه كمان حط ميزانيه مهوله، المانيا ابتدت تساعد ايطاليا في الموضوع ده. والمخصصات احنا نسمع في حدود 5 تريليون دولار استيميت كده مبدئي، فده رقم مهول. خليني اقول لك سريعا كده، اول ما بدا الكوفيد كان منظمه الصحه العالميه بتقول ان هي لو عرفت يبقى معاها 360 مليون دولار الموضوع ان شاء الله هيتحل. احنا حاليا صرفنا 5 تريليون دولار. طب برضه كان في مشكله في الفوركاست بتاع الفلوس يعني. طب ده يرجع بقى لنقطه برضو الاقتصاد، نرجع تاني للاقتصاد. الفلوس اللي اتصرفت اللي هي واضح ان هي يعني عدت كتير جدا الفلوس اللي كانت مقترحه ان هي تتصرف، ده بقى بيأثر ازاي على الاقتصاد العالمي او اقتصاد بلد معينه مثلا؟ هو الاقتصاد حاليا في ظروف يعني للاسف سيئه، يعني ده يعني غالبا هيبقى اكبر ريسيشن حصل، هيبقى اكبر من البيج ريسيشن اللي حصل في 2008 واللي حصل في 89. والبورصات كلها خلاص انهارت، الستوك ماركت عنده مشاكل جباره، حركه التريدنج معتمد على حركه الطيران، يعني الاكسبورت والامبورت ده كله، الاستيراد والتصدير معتمد على الطيران، مفيش طيران. فبالتالي مفيش بلد يعني فلتت من فكره الاقتصاد. هي فكره كلها مين هيبقى opportunistic، مين يقدر يبقى انتهازي شويه انه يعرف ياخد الموضوع ده لصالحه. الناس كلها عماله تفكر اسد ازاي الجابس، وانا مستغرب ان زي دلوقتي مفيش بلاد اللي هي كانت بنقول عليها ناميه ابتدت تستغل الموضوع لصالحها، وده مش حاجه وحشه. الموضوع لو مشي صح بعد موضوع كوفيد ميزان الاقتصاد كله هيتغير. هنلاقي ان البلاد الافريقيه مثلا وامريكا اللاتينيه واسيا المفروض يبقى هم ليدنج الاقتصاد على مستوى العالم، واوروبا وامريكا يبتدوا وكندا واستراليا يبتدوا يبقوا في المرتبه الثانيه. ده لو ما كانتش البلاد اللي موجوده في اللي بيسموها العالم الثالث عندها مشاكل ارتباطات اقتصاديه بامريكا واوروبا. فلو هم عندهم الفري ويل ويقدروا يتصرفوا بإندبندنس وبترانسبيرنسي، دي فرصة ان دول يبقوا الدول اللي بتقود الاقتصاد، خصوصا ان افريقيا مثلا نسب الاصابة فيها قليلة، واحنا دايما بنسميها ان دي ثلاجة العالم. عندك تقريبا كل الريزيرف بتاع الريسورسز موجود في افريقيا. لو كلمنا على الدواء هتلاقيه موجود في الهند. الهند عندها كل الاي بي ايز اللي هي المواد الاولية لتصنيع الدواء هي والصين. فالاقتصاد كله هيتغير
بس احنا لغايه دلوقتي مش شايفين اي حد بيبنفت. الصين الى حد ما ابتدت تبنفت حاليا، تشتري شركات باسعار اقل، ابتدت تخش في البورصه، ابتدت تحسن تاني الاقتصاد بتاعها. بس في الاخر كل اسبوع بيعدي في اللوك داون ده، يعني كل اسبوع بيعدي في الغلق اللي احنا بنعمله على العالم، الاقتصاد ان هو يرجع ممكن يتضرر سنين قدام. بس عموما الاقتصاد بيمرض ولا يموت، الحمد لله. يعني زي سوق العقار كده، يعني دايما يقول لك سوق العقار بينزل وبينهار وبتاع، عمره ما بينهار، هو بس ممكن يعيا شويه، يمرض شويه، بس بيقوم تاني. هي الفكره كلها مين هيعرف سيرفايف، ومين هيقدر ياخد الموجه دي لفوق، ومين الموجه هتجيبه الارض. طيب دلوقتي حضرتك قلت موضوع مهم جدا، ويعني وموضوع فعلا محتاج شويه توضيحات. هو السؤال هو هنا في بلاد يعني بتستراجل فاينانشلي، عندها صعوبات ماديه وصعوبات اقتصاديه، ومشكله الكوفيد 19 جت لها فده هيأثر عليها، وفي بلاد تانية مش ستراجلينج فاينانشلي بسبب كوفيد 19، وقدامها حضرتك قلت ممكن يكون قدامها فرصه للتنمو. ازاي يعني ايه السبل للبلدين دول ان هم واحده اوفركم المشاكل عندها، واحده ان هي تقدر تاخد خطوات لقدام في النمو والازدهار؟ مثال زي الدول اللي عندها كانت مشكله زي ايطاليا مثلا. ايطاليا كان عندها مشاكل ماديه قبل كوفيد، اليونان كذلك، بعد كده جه كوفيد يعني دمر تماما اي طموحات في البنيه التحتيه للاقتصاد، ان هو النمو الاقتصادي للعشر سنين قدام. في حل بيبقى حل سريع هو فكره المعونات. يعني الدول دي متعودة أنها في الآخر يعني تاخد فلوس إما من الشعب جو الضرائب، إما هتاخد الفلوس من دول تانية أو من صندوق نقد الدولي. ده الحل السريع short term، اللي هو يعني مش مفيد اقتصاديا على المدى الطويل. يقدر يسد عجز موازنة، يقدر أنه يسد عجز في بند صرفه معين وهكذا. الحاجة الطويلة المدى هي فكرة الاعتمادية على البلد نفسها في الإنتاج، ان يبقى في اكتفاء ذاتي احسن. الفتره دي متهيالي هنبتدي نشهد كده في بعض البلاد فكره ان هم ابتدوا يكتفوا ذاتيا ازاي في البرودكشن، في التصنيع. البلد اللي هتعرف تستغل الموارد البشريه هي البلد اللي هتعرف تطلع من الازمه دي حاجه بوزيتيف. ان احنا لو بصيت على العالم كله، خريطه العالم اتغيرت من ايام الثوره الصناعيه لدلوقتي. ان بدل ما كان في ثوره صناعيه ان البلاد كلها بتحاول تصنع، ابتدى حاليا يبقى في سنتراليزيشن، الناس كلها بتصنع في الصين، كلها بتصنع في الهند. الشركات الامريكيه كلها ما بقتش بتصنع جوه امريكا مثلا، اوروبا كذلك. الفتره دي هيرجع تاني لفتره حاول تبني كل حاجه بنفسك، حاول تعمل حاجاتك بايدك. فهيطلع لنا اندستريز جديده، هيطلع لنا كواليتيز مختلفه، هيطلع كومبيتيشن مختلفه عن قبل كده. طبعا كده كده دلوقتي على مستوى العام الليبر بقى سعرها ارخص، فبالتالي بقى عندك ايد عامله ارخص بسبب الازمه الاقتصاديه، هتعرف تعمل منتجات ارخص، تعرف تنافس شويه المنتجات الاسيويه والتصنيع الاسيوي. فانا في رايي هو الاعتماد سواء لدوله زي افريقيا مثلا او لدوله زي اوروبا، هو الاعتماد في الاول والاخر على البني ادمين، على هيومن ريسورسز. احنا عندنا باور غير طبيعي في افريقيا في البشر، عدد التعداد البشري ده ميزه مش عيب. لو عرفنا نستغلها صح، عندنا زراعة مهولة، عندنا منتجات أساسية primary resources يعني بطريقة غير طبيعية، عندنا ألماز وذهب وnatural resources وغاز وأويل. هي الفكرة كلها في الناس هتعرف تستغل الموضوع ده كويس ولا لا. رأيي حاليا التركيز لو اتكلمنا بقى دول أفريقية بقى الزراعة. الزراعة بما إن ما فيش عدد أصوات كبير، والزراعة عموما ما هياش industry فيها high risk of infection. لو ابتدينا نعمل المنتجات الزراعيه بماس اجريكلتشر في افريقيا كلها، ويبتدي التصدير يتم بقى من ابر هاند. احنا التصدير كله اللي بيتم في افريقيا بيسموه اللور هاند، يعني اليد العليا بتاعت المستورد نفسه اللي قاعد في اوروبا. هو اللي بيحدد السعر ويقول له هاخد بكذا. وتقريبا لو انت بتبيع منتج ب 100 يورو في اوروبا، هو شاريه بيورو من افريقيا. متهيألي دلوقتي حان الوقت ان احنا نعكسها. البرودكت اللي بيع ب 100 محتاج ان يكون متباع اصلا ب 60 يورو من افريقيا. فتلاقي ان ابتدى الميزان الاقتصادي يظبط وتعب. عشان نخرج سريعا من الموضوع ده، الفكره كلها في الزونز. يعني البلاد الافريقيه محتاجه تقسم البلد لزونز، وتشوف الزونز اللي فري اوف انفكشن والزونز اللي لسه فيها انفكشن.
الزونز الفري اوف انفكشن خليهم ينزلوا وابتدوا يشتغلوا من دلوقتي. يعني الزون دي ممكن تبقى بريك، ممكن تبقى نيبرهود، ممكن تبقى سيتي كامله. لو السيتي دي ما فيهاش ولا اصابه اقفلها، ما تخليش اي حد يخرج منها ولا حد يخشها، وخلي الناس دي تنزل تشتغل، ما تعملش لوك داون بقى. وده يعني في رايي المفروض يحصل دلوقتي او بعد اسبوعين ثلاثه، لان احنا مش هينفع نعمل لوك داون لبلاد ما عندهاش نسب اصابات عاليه، عشان بس في انفكشن سكاترد ما بين المحافظات وبعض. ممتاز جدا جدا جدا. وحضرتك برضو كنت اتكلمت عن الهند وقوتها في تصنيع الدواء او الرو ماتيريالز اللي عندهم في تصنيع الدواء دلوقتي. يعني كان يعني في ساينتست كتير جدا، وحضرتك ممكن توافق الراي ده، ان هم بيقولوا مش البلاد هي اللي بتنتج الادويه، ده الشركات هي اللي بتنتج الادويه. يعني شركات الادويه هي اللي بتصنع وهي اللي بتنتج الدواء، مش البلاد. ممكن تكون ليها بوليسي معينه تسهل شويه، بدليل غالبا يعني كنت فاكر كان في واحد من 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 كلمات ترامب العده اللي عملهم خلال كام اسبوع اللي فاتوا، ان هو كان بيتكلم عن روش، يعني علني كده بيقول نشكر الشركه دي. دلوقتي شركات الادويه دورها بقى الاساسي في الـ health crisis، لان زي ما حضرتك عارف شركات الادويه منهم كتير جدا ومنهم ناس اكاديميين بيبصوا لهم على اساس ان هو البعبع الشيطان اللي بيستغل ضعف الناس. فدلوقتي احنا في مشكله وباء، دور شركات الادويه بيبقى عامل ازاي بالظبط، وازاي يقدروا يسنكرونايز بينهم وبين الحكومات ازاي؟ نقطة كويس. خلينا ناخد النقطة قلنا مثلا بتاعت الـ APIs والهند، هل الدولة ليها دور ولا لا؟ في البحث العلمي الدول دورها أقل شوية. يعني احنا لو بصينا على الفرق ما بين اللي بتدفعه الشركات الدواء في البحث العلمي واللي بتدفعه الحكومات، لأن أكتر دولة بتساهم في البحث العلمي مع شركات الدواء هي أمريكا. في الآخر كام في المية؟ 50%. يعني 50% من البحث العلمي جاي من شركات الدواء و 50% grants من الحكومة. دي نسبة برضه قليلة. لو بصيت في أوروبا مثلا هتلاقي لا بال 80-90% من شركات الدواء. فشركات الدواء هي المتحكمة في الـ R&D، في الـ Research and Development، في اختراع الأدوية. فده يتيح ليها حقها إن هي دايما هتبقى بتدور على Research and Development يهدف للربح، لأن هي شركات قطاع خاص وده حقها. لذلك البلاد لما تركت الـ R&D للشركات ما بقاش مثلا في بحث علمي متطور لاختراع أدوية للكوميونيكابل ديزيزز، الحاجات اللي هي مثلا اللي بتسبب اوبئه. لذلك عندنا نقص دايما في الادويه الكويسه والامصال الكويسه في الموضوع ده. بس الشركات الدواء ما هياش بعبع، ودي يعني فيري جود اكسبريشن، لان اول حتى ما بدا الموضوع ده كان الناس كانت بتتكلم ده شركات الدواء هتعمل دواء وهتبيعه بمليارات للناس. لو بصينا في كل الكرايسيس اللي حصلت، لان غالبا شركات الدواء بتجري تنتج دواء او مصل لكذا حاجه. اول حاجه انها تبقى موجوده في الهيستوري باسمهم، بياخدوا نوبل برايز، دي بالنسبه لهم حاجه يعني فاليو عاليه جدا. والحاجه الثالثه هتلاقي ان هم غالبا بيدوا الادويه والامصال ات كوست بنفس سعر التصنيع، ودي حصلت في كرايسيس كتير جدا. واوقات بتبقى دونيشنز للدول الفقيره واللي هي ما تقدرش تشتري، وده شفناه في كل الكرايسيس اللي حصلت والكونتريبيوشن بتاع الفارماش، معناه ان هم مش هتكون الربح. بس في وقت الازمات بيبقى فيه الشركات دي مالتي ناشونالز عندها كودز وعندها سوشيال ريسبونسبيليتي على العالم كله، فهي محطوطه تحت جايد لاينز ان هي بتساعد العالم، فما هياش ضدنا، ما هياش بتشتغل ضد البشر زي ما كانت الناس متخيله. هل هي هتدفع الربح؟ هي هتدفع الربح وده حقها. احنا لو فتحنا شركه دواء انا وانت هنبقى هاتين الربح غالبا. لما نبقى ويل استابليش هنبقى محتاجين نخصص جزء للسوشيال ريسبونسبيليتي والكوميونتي سيرفيس. فده سريعا. طب الدول هل المفروض بقى انها تبتدي تضخ اموال اكتر من جانبها في الار ان دي؟ يس لازم. يعني لازم الدول يبقى ليها دور في ان هم بيعملوا بحث وتطوير دوائي مختلف عن البحث والتطوير الدوائي بتاع شركات الدواء. وده يجي من الريسيرش بلان بتاعت الجامعات. يعني بعض البلاد بس، وبلاد قليله جدا حتى في الديفلوبد وورلد، اللي هم بيعملوا ريسيرش بلان طويله المدى بين الجامعات كلها مره واحده، بحيث ان الشخص يخش يعمل ماجستير بتاعه بيعمل دكتوراه وهو داخل في ريسيرش بلان طويله 15 سنه عشان بتعمل دواء. هو اشتغل سنتين ثلاثه خد البي اتش دي وخرج، عمل ماجستير وخرج والبلان مكمله.
طول ما احنا شغالين رساله ماجستير لوحدها سنتين ثلاثه تتحط في الدرج، دكتوراه لوحدها تتحط في الدرج، عمرنا ما هننتج اي حاجه. وده الريفورم اللي محتاج يطلع، يعني يطلع بسرعه جدا في البلاد العربيه عموما، فكره ان انت تحط ريسيرش بلان مجمعه او تقول انا مش بتاع ار ان دي اصلا وهبتدي اشتغل على تحسين الصناعه. وفكره نرجع بقى لاول السؤال، هل الدوله ليها دور في فكره الصناعه ولا لا؟ الدوله بقى هنا ليها دور كبير جدا. احنا وصلنا على الاردن مثلا، الاردن بقت شوتينج في التصنيع. ليه؟ لان هم بيعملوا صلاحيات ممتازه لشركات الدواء ان هي تفتح عندهم بتاع تصنع، بيعملوا فاسيلتيز مش طبيعيه لرجال الاعمال. الهند نفس الكلام للمواد الخام. فالدوله بيبقى لها دور مهم. مصر مثلا، مصر اكبر منتج للادويه في الشرق الاوسط وافريقيا. ليه؟ لان انت عندك المان باور، عندك الهيومن ريسورسز، وعندك الفاسيلتيز اللي تتاح لك ان انت تعمل بلانز وتعمل مصانع، تعرف تنتج كميات كبيره جدا. فالدوله هنا لو التصنيع، الدوله ليها دور مهم جدا. لو الاختراع احنا سايبينه كله لشركات الدواء تقريبا. ممتاز جدا. يعني 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 برضو من اللي فهمته من كلام حضرتك ان الكرايسيس دي او الوباء او المشكله اللي المعضله اللي احنا فيها دي كلها، المشكله الصحيه المعضله اللي احنا فيها كلنا دي، برضو ممكن يترتب عليها تغيير في الادوار اللي بتتلعب بين الدول. يعني مثلا ممكن مصر مثلا تقول والله احنا ممكن برضو نساعد في ان احنا نعمل ضخ فلوس في ريسيرش وديفلوبمنت، وممكن نحاول واحده واحده ناخد ستبس ان احنا نكون بنصنع وبننتج وبنطور علاجات، سواء بقى سواء فاكسينز او سواء دراجز او سواء عشان نقدر نواكب المتطلبات الاقتصاديه اللي بقت موجوده دلوقتي ودورنا اللي احنا ممكن نلعبه هنا. ومن هنا بقى بيجي السؤال بقى، هل يا ترى دلوقتي، لان في سؤال، يعني مثلا انا شغال في الفاكسينز ديفلوبمنت، ومعظم الناس شغال في الفاكسينز ديفلوبمنت بيبقوا متحيزين جدا للفاكسينز، فيقولوا هو فاكسين ليه تعمل بقى دراج وتوكسيسيتي وي وي وي، انت تعمل فاكسين والفاكسين هيحل لك مشاكل كتير. والناحيه الثانيه الناس لما بتوع دراج ديسكفري ودراج مانيفاكتشرنج بيفضلوا يقولوا لا فاكسين ايه، فاكسين بيقعد فترات طويله عقبال ما تعمل فاكسين ولسه وتحقن الناس وكده، تابلت خده وهتبقى كويس. حضرتك شايف التو ستراتيجيز دول ازاي نقدر نوفق ما بينهم في مشكله صحيه زي الوباء زي الكوفيد 19؟ وهو السؤال الثالث بقى، ليه ما يبقاش الاثنين مع بعض بالظبط؟ يعني هو اللي تحيز الاثنين مع بعض يعني. افتكر عشان الوقت هو عموما الفاكسين حل راديكال. يعني دايما بقول الفاكسين حل يجي في المقام الاول لانه راديكال. انت ازاي تخلصت من شلل الاطفال في العالم كله؟ مش بعلاج، بالفاكسين. فالفاكسين لو موجود جود فاكسين ده احسن حل. حتى لو هياخد منك سنين طويله جدا، بس ابتدي فيه، لان بعد السنين الطويله دي هتبقى عندك يعني ثمره كويسه جدا تو اريديكيت ديزيز. التريتمنت عمره ما بيريديكيت ديزيز، يعني هو بيستنى ديزيز يجي بعد كده يعالجه. الاثنين مهمين جدا، انا مش شايف ان حد دوره اهم حد، بس لغايه يعني دايما يبقى فيه برايورتي. انا محتاج اعمل فاكسين، ولغايه ما اعمل الفاكسين ده محتاج يبقى عندي جود تريتمنت. فدي كويسه ودي كويسه. متهيالي احنا دلوقتي شايفين السباق ده ادفت صراحه. يعني عندي سلايد كده فيها ران واي الفاكسينز والتريتمنتس ومين هيسبق الاول. فغالبا اللي انا شايفه ان التريتمنت، لو اتكلمت على انوفاتيف يعني لسه ده وهيخترعوه، مش حاجه بري اكزيستد وهيعاد استخدامها زي كلوروكين او زي الدواء بتاع السبانيش فلو، الاثنين غالبا هيطلعوا في نفس الوقت. يعني على السنه الجايه مثلا 12 شهر او 14 شهر الار ان دي بتاع التريتمنت هيبقى خلص، والدواء ابتدى يعدى فيس 3 وابتدى ياخد ابروفلز، والفاكسين كذلك. احنا الفاكسين ابتدت الناس تخش فيز 1 وقربت تخلص. فبالتالي الاثنين ماشيين مع بعض. لو الفاكسين طلع افكتيف يبقى انا هعالج الناس اللي عندهم مشاكل، وهيبقى دوري معظم التريتمنتس للناس اللي هي لسه في الفيز الاولانيه من الديزيز في الابر ريسبيراتوري تراكت، ولو نزل اللور غالبا التريتمنت دي مش هتبقى افكتيف قوي. يعني فانا شايف ان هو الاجابه هتبقى الثالثه، الاثنين مع بعض مهمين. هو دايما بيبقى سؤال مثلا الفاكسين مثلا، يعني زي ما احنا عارفين لو متفائلين جدا، ده على حسب كلام رينو رابولي الشيف ساينتست في جالاكسي جي اس كي،
كان بيقول مثلا وافتك 18 شهر. لو احنا متفائلين جدا ان هو ينزل، بس دلوقتي وجهه النظر دلوقتي ان هو الناس بيقولوا في دراجز موجوده نعمل لها ريبربسنج، اعاده استخدام زي ما بيقولوا، عشان نحاول نحل المشكله دي. فسمعنا عن الهيدروكسي كلوروكين، وفي اي نوع من انواع الدراجز الثانيه ممكن تكون برضو ريبربست، زي مثلا زي غالبا كان في الدواء بتاع الايبولا افيجانت. فاحنا دلوقتي بصدد بقى غالبا يعني ممكن ننتقل بقى اللي هو للتصنيع، اللي بقى للشركات الادويه ازاي بتحارب بعضها ببعض، او ازاي هما الاثنين يعني مش حرب بس هي منافسه شرسه جدا. حضرتك تقدر تشرح يعني ازاي الشركات بتقدر فعلا تنافس بعضها بس برضو في نفس الوقت تبقى المنافسه لسه شريفه؟ اوكي. والمنافسة هتفضل كترمينولوجي، ككلمة منافسة هي شريفة، لأن أول ما هتبقى مش شريفة مش هيبقى اسمها منافسة، هيبقى اسمها حاجة تانية. فاللي احنا بنشوفه في العالم بتاع الأدوية عموما، إن في ethical ways، في طبعا examples لحاجات unethical، بس يعني مش هنتاكل الكلام ده دلوقتي، بس ethical ways هي عادة marketing، وقبل الماركتنج هي السرعة، يعني مين أسرع في لونش الدواء. فده كان اكتر حاجه دايما تلاقي الشركات مهتميه فيها، فكره الريجستريشن، يعني مين هيخلص الريجستريشن بتاعه اسرع، مين هيخلص كلينيكال ترايلز بتاعته اسرع. ايفن حتى في البوزيشننج بتاع كلينيكال ترايلز ابتدى احنا بقينا نشوف شركات كونسلتنتس بيشتغلوا بس في الان بوينتس بتاعه كلينيكال ترايل تبقى عامله ازاي، عشان انت لما هتلونش وتريجستر غالبا الان بوينت دي مش هتلاقي فيها اي برودكتين بيشتغل فيها مثلا. وده ساينس ما كانش موجود زمان، بيفوركاست 15 سنه قدام و20 سنه قدام صوان. فالمنافسه قويه صحيح، لان الشخص ده هيبقى اسمه موجود في التاريخ، اول شركه عملت دواء او اول شركه عملت فاكسين، بس مش هتبقى في مشكله في رايي كبيره في البيع، لان كل الشركات اللي هتنتج فاكسين كلها هتبيع، كل الشركات اللي هتنتج تريتمنت كلها هتبيع، لان احنا بنتكلم على 7 مليار شخص على الكوكب الارض، مفيش بلد مش هتاخد ستوك فاكسينز وستوك تريتمنت. فلو في 20 شركة، احنا دايما نتكلم في حدود 20 مولكيول حاليا، ال 20 مولكيول لما يخلصوا ال 20 مولكيول هتباعوا لغايه ما نشوف انهي احسن من انهي انصوان، وهنا بقى يبتدي يفرق الكلينيكال افيكاسي، يعني مدى فعالية الدواء بعد اللونش كمان. طيب ممتاز جدا جدا. يعني اخر نقطة احب بس حضرتك توضحها، عشان ده سمعتها من اصدقاء، يعني اصدقاء المقربين، وحاولت كذا مرة اوضحها، ان هو يعني ان هو نعمل ايه لو لا قدر الله واحد جاله حاس ان هو عنده الكوفيد 19 او جات له الاعراض. حضرتك وضحتها قبل كده، بس يعني اتمنى حضرتك توضحها اكتر للناس، عشان يعني سمعتها كذا مره بيقولوا ده شايلين ايدهم مننا، دول هنجيلنا المرض ومفيش حد هيساعدنا، لان هو غالبا كتر الرعب الناس فيه دلوقتي بقى اول ما يجيلهم المرض يفصل مع التليفون تعالوا وخدونا. فحضرتك يعني ممكن معلش اطلب من حضرتك تاني تقول النقطه دي، لان النقطه دي مهمه جدا، وابتكر احنا سمعنا طبعا المشكله الكبيره طبعا عن القريه اللي كانوا بيمنعوا دفن الدكتوره او حاله الوفاه. يعني فريد حضرتك بس ممكن تعلق على النقطتين دول بسرعه. طيب مبدئيا لو حد حس بالاعراض الاوليه لكورونا اللي هي كحه ناشفه، ارتفاع الحراره، رعشه، وهن في الجسم واحتقان في الظهر، هيعمل ايه؟ اول حاجه محتاجه انه يعزل نفسه عن بيت الناس اللي معاه، يعني لو كان بينزل شغل ما ينزلش شغل، لو هو قاعد في البيت مع ناس محتاج يقعد في اوضه لوحده وما يختلطش باي حد، بياكل في اكل الاواني بتاعته ديسبوزابل اللي هي بتستخدم مره واحده وتترمي، والشرب كذلك، ما بيتعاملش مع اي حد الا على مسافه 2 متر فقط للحاجات الضروريه، يبتدي ياخد باراسيتامول ويبتدي يكلم الهوت لاين يقول لهم. الحالات المايلد مش محتاج يبقى فيه رش للمستشفيات عشان بس يعني ما يصيبش ناس تانية، هو بيكلم المكان يقول انا عندي 1 2 3 4، او بيكلم الدكتور بتاعه او المستشفى بتاعته. مؤخرا شفنا كام مستشفى بما فيها مستشفى في التجمع الخامس هنا حصل فيها حالات كوفيد بسبب ان الرش، ان اي حد تجيله الاعراض الاوليه بيبتدي يروح على المستشفى. فهي النصيحه الجولدن رول بتاعتها، النصيحه الذهبيه بتاعتها، اقعد في البيت، اعزل نفسك جوه البيت،
الناس اللي هتعامل معاك لازم طبعا وسائل التنظيف والتطهير، لانه في فرق بين الاثنين، يعني محتاج اي حاجه تبقى نظيفه ومطهره. التنظيف ده ميه وصابون او اي وسيله نظافه. التطهير ده بالجايد لاينز اللي اتحطت من الدبليو اتش او او كل وزارات الصحه على مستوى العالم، اللي هو الجدول الكلور والايودين وكل الحاجات اللي احنا كل البيوت المصريه دلوقتي بقت يعني مغرقاها كحول وايودين كلور طبعا من غير ما يختلطوا ببعض، لان الاختلاط ببعض ده طلع غازات سامه يعني. كان لسه في كيس سيده توفت خلطت الكلور بكحول بفينيك بالحاجات دي كلها، طلعت طبعا يعني غازات سامه وللاسف يعني توفت. دي الحاجه الاولانيه. طب لو في حاله وفاه بسبب فيروس كوفيد، بسبب فيروس كورونا وبسبب مرض كوفيد 19، طبعا احنا مش هنفتي افتاء ديني، بس هو الازهر ودار الافتاء قالوا ان هو بيغسل عادي جدا. هي الفكره كلها ان الفيروس بيعيش جوه خليه حيه، لو الهوست بتاعه ده مات، يعني لو الشخص مات الفيروس بيموت. غير كده الفيروس ده بينتقل بالرذاذ، فالناس خايفه ليه من شخص ميت محطوط جوه كفن؟ هو مش هيعطس، مش هيقوم جوه الكفن ويعطس وش الناس، يعني ده الوسيله الوحيده اللي هتنقل لهم الفيروس. فهو في جهل، وهرجع تاني فكره التوعيه. يعني هو لو في توعيه للناس ان هو ما بيتنقلش غير بالعطس، هيبقى عارف ان جثه تحت الارض دي مش هتعمل حاجه. هو بيغسل بس بطرق معينه، يعني عشان بس يبقى الشخص اللي بيغسله حاطط البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت كامله، وبيرش عليه الماء بطريقه معينه مش غسل كامل، وبتكفن وبتحط على الكفن علامه بس جاست ان كيس، يعني مع انه طبعا هو الموضوع امن، ده فقط اجراءات احترازيه زياده عن اللزوم يعني. وبيتصلى عليه عادي جدا وبيروح يدفن عادي جدا. هيعدي مين يعني؟ يا بس للاسف فكر متاخر جدا. هرجع تاني عشان ما فيش وعي. لو بننفست فلوس، ننفست فلوس ان احنا نوعي الناس، ومش الناس اللي موجوده على السوشيال ميديا بس، الناس اللي موجوده على الارض في اماكن بعيده ونائيه في كل محيط مصر او اي دوله، اللي هو حتى ما بيوصلهمش تليفونات، ما بيوصلهمش انترنت. ده المهم. دكتور اسلام بشكر حضرتك جدا جدا جدا، فانا حضرتك يعني وضحت لنا نقط كثيره جدا، وامتعتنا بالانترفيو الشيق. ويعني وحضرتك تحب تضيف اي نقطه او تتكلم في اي نقطه قبل ما ننهي؟ حابب بس اشكرك، ثانك يو على الانترفيو الجميل والاسئله الجميله دي. اي ريلي انجويد الانترفيو. وخلينا بس اهم حاجه ما نفكش الاجراءات اللي احنا بنعملها، يعني لينا كلنا كده، ده الحاجه الوحيده اللي في ايدينا. الناس اوقات بتزهق من كتر القعده، بس معلش نزهق شويه احسن من اصابات تكتر باذن الله، وربنا يسلم بعد الفتره دي على خير. شكرا جدا دكتور اسلام، وان شاء الله يعني الغمه دي تزاح قريبا، وان شاء الله يعني كلنا ننعم بحياتنا اللي احنا كنا عايشينها قبل كوفيد 19 ان شاء الله باذن الله. شكرا جدا دكتور اسلام. باي باي. مع السلامه. مع السلامه.